مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. في هذه اللحظات مشاهدي قناة شوف تيفي يتم تشييع جثمان الضحية ملقب مقيرج بعدما تم تصفية ديالو جسديا بمنطقة خلاء مدينة الدار البيضاء، وبالضبط منطقة الرحمة نواحي مدينة الرحمة. جريمة بشعة مشاهدي قناة شوف تيفي هزت مدينة الدار البيضاء عشية يوم أمس في ظروف غامضة إلى حدود ساعة، مازال ما تعرفاتش يعني الأسباب والدوافع اللي أدت إلى وقوع هذه الجريمة المروعة هذه في حق هذا الشخص هذا اللي الله يرحمه يا ربي والله يصبر العائلة دياله. إن لله وإن إليه راجعون. فضل لحظات مشاهدي قناة شوف تيفي يتم نقل جثمان الضحية ملقب بمقيرج الرجل الخمسيني من قلب المنزل ديالو في اتجاه مقبرة الرحمة من أجل تشييع جثمانه الصارة. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. دعوا معاه مشاهدي قناة شوف تيفي بالرحمة والمغفرة، ودعوا مع العائلة ديالو بالصبر والسلوان يا رب. إن لله وإن إليه راجعون. فإلى حدود ساعة مشاهدي قناة شوف تيفي تم إلقاء القبض على 4 ديال الأشخاص يشتبه في تورطهم في تصفية هذا الرجل الخمسيني ملقب مقيرج اللي صفوها ليه بلا رحمة ولا شفقة هاد المجرمين هادو عفوا اللي خانهم الضمير ديالهم وخانتهم الإنسانية ديالهم، ما في قلبهم لا رحمة ولا ذرة شفقة، خلتهم أنهم يصفيوها لهذا السيد مسكين يعني بواحد الطريقة اللي هي بشعة. كيف يعقل أنك تذبح إنسان عباد الله، إنسان من الوريد إلى الوريد وتلقي به في منطقة خلاء حتى تنتقل السلطات المعنية، السلطات الأمنية المعنية بالأمر إلى عين المكان من أجل يعني معاينة المكان ونقل جثة إلى مركز الطب الشرعي بالرحمة. كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي الآن يتم نقل جثمان الضحية رجل الخمسيني صفوها لي بطريقة بشعة، وتشييع جثمانه صار بمقبرة الرحمة. الآن مشاهدي قناة شوف تيفي غادي يتم دفن ديالو. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلة ديالو يا ربي، الله يصبر العائلة ديالو يا ربي، الله يصبرهم والله يبين الحق. أكيد بفعل بفضل المجهودات الأمنية، بفضل يعني المجهودات الأمنية غادي يعني يوصلوا الحقيقة والتفاصيل الكاملة ديال هذه الجريمة هذه النكراء البشعة اللي ارتكبوها هاد الأشخاص في حق هاد السيد. يعني ما كاينش واحد الأسباب وما كاينش واحد الدوافع اللي هي مقنعة، وما عمرها غتكون دوافع ولا أسباب مقنعة اللي غتخلي الأشخاص وغتخلي هاد الناس هادو أنهم يرتكبوا هاد الفعل الجرمي في حق أشخاص أبرياء. علاش ما عندوش فين؟ كتخرج؟ فمشاهدي قناة شوف تيفي الآن سيتم تشييع جثمان الرجل الخمسيني اللي صفوها ليه